أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: ومن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقول: هل يجوز أن ننزل هذا الحديث على الصحابة رضي الله عنهم؟ ومن وصفهم بالغثاء فهل يعد من سبهم وانتقاصهم؟ نعم، من وصفهم بهذا فهو ساب لهم ومتنقص لهم. والحديث إنما هو في أهل آخر الزمان، في آخر الزمان يكون المسلمون على هذه الصفة: غثاء كغثاء السيل، يوشك أن تتداعى عليكم. هذا مستقبل، هذا في المستقبل. نعم.